والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نحكي النهاردة إن شاء الله بإذن الله في جملة من ضمن الجمل الجميلة جدا، جملة continue statements. الجملة ديت على علاقة باللوب برضو لكنها بتختلف شوية عن جملة break، والمعنى يعني إيه؟ أنا عايز أتركز معك في حاجة اليوم، تمام؟ أوكي، احنا هنحاول بس نضرب المثال مع الشرح النظري علشان ايه نطلع بنتيجه كويسه عشان ما نتلخبطش. يعني انا معرف متغير عشان اكسب وقت، تمام؟ المتغير ده فيه اكس وقيمته 1. حلو، خلينا نقول ان بص ده الاوبجكت بتاعي، تمام؟ والاوبجكت ده اسمه او، تمام كده؟ طيب هنبدا باول حاجه، اول فاريبل، اول واحد خالص كان عباره عن اكس بتساوي 1، انا هكتب الحاجة وقيمتها. الحاجة التانية y بتساوي 2، y نفس القصة، y برضو متغير من نوع ايه؟ من نوع نمبر، فايه هنخليه باللون الاسود، y بتساوي معرفش 2 تقريبا او ايا يكن، مش مشكلة القيمة. تمام؟ الحاجة التانية زد ديت المرة دي string، فايه هنروح مغيرين الجرام وناخد الفاريبل التالت يا جماعة زد ونخليه string، ادي ايه؟ هنمشي تلاتات مثلا. السترنج هنخليه باللون الازرق، وده زد وتقريبا كان مكتوب فيها ايه؟ مش عارف تقريبا اسمي ولا مش فاكر بصراحه، يعني خلينا نشوف مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها كلمه سترنج، ماشي. نكتب احنا ايه؟ نكتب النص اللي كان موجود عشان نحاول نفصل يعني مش اكتر، تمام؟ ده طيب. تاني الحاجه الرابعه كيو، وده كان عباره عن من نوع بوليان ومكتوب فيه القيمه تقريبا مش عارف ترو ولا فولس، ماشي. ادي الفاريبل اللي جاي ده، تمام كده؟ ده كان عباره عن ايه؟ ده كان عباره عن بوليان، والبوليان ده اسمه ايه تقريبا؟ كيو، يا ربي كيو، والقيمه بتاعته عباره عن ترو، ادي كيو وبيساوي ده قيمته ترو. حلو، نكمل بقى مع الاكسبريشن. دبليو ده عباره عن اري وفي 4 5 6، دبليو وديت عباره عن اري، ماشي. ادي يا جماعه اللي بتعلق عليها الدور، وديت دبليو وده في 4 5، او مش عارف 4 5 6 مع بعض، يعني على كلنا عنصر واحد مش فاكر. طيب ماشي، نيجي بعدين ل اي وده عباره عن نل، ده طيب تاني، ماشي. خلينا نقول ديت الاوبجكت ده اللي هو اي وده بيساوي نل، ديفرنت داتا تايبس زي ما بيقول صاحب المثال او ايه المصنف. بعدين ار وده سترينج، ار سترينج، نرجع مره تانيه للون الازرق ومعانا R، مش عارف هو شبه ولا لا، شبه، تمام كده؟ ده عبارة عن R وفي المرة دي اسمي. حلو، جميل. واللي جاي بقى ايه عندك؟ ايه عندك T وده عبارة عن undefined، وبعدين Y بفورس T وده عبارة عن undefined، ماشي. هنخليه بلون مختلف، اللون ده اتكررنا. ده يتجمع فور T اللي قيمته undefined، والاخير فولس. فولس انا كنت شغال بوليان بوليان باللون البني، بوليان باللون البني، نرجعه تاني. والمره دي انا قلت دي اخر واحد، يبقى اكيد كنت شغال على ايه؟ على واي. واي وده قيمته ترو، دي اكيد ده فولس. حلو، الاوبجكت بتاعنا ده فيه تقريبا داتا تايبز مختلفة، عندي 2 داتا تايب من نوع نمبر، 2 داتا تايب من نوع سترينج، 2 داتا تايب من نوع بوليان، 1 نل، 1 undefined، 1 اوبجكت اللي هو الاري. تمام، ما رضيتش احط فانكشنز، يعني كفاية كده، كفاية التشكيلة الجميلة دي. احنا بنشرح ايه بقى؟ بنشرح جملة كونتينيو، ولسه ما دخلناش في المتن بتاع جملة كونتينيو، وايه اللي ضيعنا بتاع 3 4 دقايق من وقت الحلقة، بس أنا عايزك تركز معايا شوية. في جملة بريك، بريك يا جماعة كانت لما أنت كنت تكتب الكونديشن معين. لو الكونديشن ده مثلا حصل فيه شيء معين، ايه اللي كان بيحصل يا جماعه؟ بريك كانت بتيرمينيت اللوب، كانت بتيرمينيت اللوب كله، تمام؟ وكانت بتطلع بره اللوب وتنفذ الجمل الباقيه. حتى فاكر انت حتى لما استخدمناها مع الاري، مثلا لو مع مثال، اقرب مثال لو انت تفتكر المثال بتاع 33 بتاع الاري، لما وقفت عند 33 كان في بعد 33 44 و55، لا خلاص اطلع قشطه يا برنس، مفيش حاجه ثانيه، انا مش عايز، مش ترمينيت لللوب كله، ترمينيت لللوب كله.
لكن الجملة ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للبريك. الاختلاف بقى ان جملة كونتينيو يا جماعة، كونتينيو بتبريك او بتعمل ترميت ذا كرنت اتيريت، او انا بلاش اقول لك كرنت، انا ممكن اشيل احذف واقول لك انها بتعمل ترمينيت للاتريت، سواء كان بقى اتريت واحد اتريت اتنين اتريت تلاتة اربعة خمسة، على حسب ايه؟ على حسب الشرط اللي انت عايز تشرطه على جملة كونتينيو. بس الفرق ان كونتينيو ما بتطلعش بره اللوب كله لما الشرط ده ما يتحججش، لا بتطلع بره ايه؟ تطلع بره الاتريتس اللي من نفس نوع الشرط بتاعك. طيب صلي بينا على النبي كده، وايه هتوضح مع المثال. ندخل على التطبيق العملي. انا الاوبجكت بتاعي زي الفل 100 100، انا بقى عايز اقول له ايه يا جماعه؟ انا هعمل ترمينيت الحاجات اللي من نوع نمبر بس، يعني انا عايز اوقف عرض النمبرز بس ما باجي ذلك اعرضه لي عادي. ده النص اللي انا كنت عايز اقوله. فانا عرفت الاوبجكت بتاعي واروح استخدم فور فور ان عادي، يعني تمام. انا معرف اي 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 لا ماشي، يبقى انا هقول له مثلا جوا الفور هقول له هعرف له مثلا بار اي، بستخدم جمله ان بالمره ان او لما بيكون ايه بالدور، يعني اسند مش عارف ايه، وهقول له بلاش خليني ادخل في الموضوع على طول يعني تمام كده. فهقول له اف بقى، ها تبدا بتايب اوف، انت عايز نوع نبدا بالنوع، ماشي خلينا نبدا بالنوع دلوقتي. هقول له بقى لما يكون اف تايب اوف، تايب اوف ايه؟ نفتح طبعا عشان تايب اوف تشتغل البرنسز، ها العنصر اللي عليه الدور، انت فهمتني او للاي، ها العنصر اللي عليه الدور ماله بقى؟ العنصر اللي عليه الدور ده بقى ها ايكوال تو، ما اعملهاش تريك لو انت كنت عايز يعني ثلاثه تمام. خلينا نقول ايكوال تو وما بين دبل كوتس نقول ايه يا جماعه؟ خلينا نبدا بايه؟ نمبرز مثلا. نمبر والله لما التايب اوف، لما يكون التايب اوف بتاع العنصر اللي عليه الدور ده نمبر، ايه اللي هيحصل؟ كونتينيو. وفي الدبليو 3 سكولز بيحطوا البتاع جوه هنا، من جوه بيعملوا بريك خلاص كده، يعني انا اسف السيمي كولين بيتحط جوه بعد كلمه كونتينيو، حتى هم في مسارهم. طيب يعني ايه؟ يعني بص، لو كان الموضوع في نمبر انا مش عايز النمبر تمام، بس ايه كمل انت، يعني وقف لي اللوب عند داتا تايب من نوع نمبر وكمل انت على الباقي تمام كده، بس ايه طلع لي النمبر، عارف انت اكسبت، وقف لي الاتريت عند النمبرز مش عايزهم، بس كمل انت بقى تمام. كونتين بعد ما توقف الكلام ده انت ايه، انا هقول له كونسول دوت لوب عشان اثبت لك ان البتاع بيمشي عادي يعني. فهقول له برضه او على مين؟ على العنصر اللي عليه الدور. فبالتالي ايه لو انا عملت انتر وعملت انتر هيقول لك بص يا سيدي فولس وسترنج. بص يا جماعه اللي حصل بالظبط، انه خد العنصر عليه الدور الاولاني واحد، ده بيطابق قيمه نمبر نمبر خلاص. بص يا سيدي انا ده معايا، ده بيحججني خلاص، اركنه لي على جنب وكونتينيو كمل، ها ده بيطابق الشرط خلاص، انا ايه مش هكتبه، اركنه لي على جنب. ها العنصر الثاني اللي عليه الدور ده اثنين، ده نمبر ده طيب نمبر، اركنه لي على جنب وكونتينيو كمل، ها ده سترنج ده سترنج يعدي، ده مفيش مشاكل تمام. فايه حاطط لك القيمه السترنج وبعدين فولس دخل على عنصر رابع كان في انا عندي في ترو. المهم الشاهد معايا المساله ممكن تكون مش متنظمه شويه في الاري، ممكن تكون مترتبه على كل الحاجات اللي مش عليها الضوء، الحاجات اللي مش طالعه هنا هي ده طيب اللي انبر، عارف انت ده الشاهد من ايه؟ من موضوع كونتينيو في النص اللي احنا كنا بنقول عليه يا جماعه، ان كونتينيو بتعمل تيرمينيت ل الاتريت، ها الاتريت بس بتكمل كونتينيو كمل عادي مش مشكله، هي بتمشي مشيت، ده نمبر اطلع بره يا برنس، ده نمبر اطلع بره يا برنس، كونتينيو بس ها ده بيحجج اتكتب انت كمل، ها ده اتكتب انت ها الكلام وانت ماشي كونتينيو اللي بيحجج الشرط انت ايه مش عايزه، وانت اب تو يو براحتك يعني، انت ايه انت اللي بتحط اللوجيك. المره دي انا في اللوجيك قلت له لو كان بيطابق النمبر اعذره لي تمام، انا ممكن اقول له اف نوت ايكوال تو نمبر
if not equal to number. لو كان الاوبجكت ده مش من نوع نمبر اركن هو على جنبه وكمل. الامر ده بيرجع لك انت. يعني انا ممكن مثلا اقول له يا جماعه بدل نمبر ها اقول له سترينج. وفي الحاله ديت لو انا عملت انتر هتلاقي النمبر واحد اتحطت. وفولس وترو واربعه خمسه خمسه والنل اتحطت وانديفايند اتحطت بس السترينج وعلي ما اتحطوش. لان الاثنين دولت من نوع مين؟ الاثنين دول من نوع من نوع سترينج. لو انا مثلا طلعت باتجاه فوق وقلت له المره دي خليتها اشتركت ماشي خليتها بوليان بولين زي ما بيقولوا كده بوليان او عملت انتر هروح مطبق لي الواحد والسترينج وعلي والاوبجكت اللي هو الاري والباقي بقى ما تطبقش الباقي ايه زي ان هو ايه لانه اللي ترو والفولس مش هتلاقيهم موجودين. حلو الكلام. انا في بالي حاجه ثانيه بصراحه فايه عشان كده هتلاقيني باخد وقت شويه وبتعب يعني. طيب لو انا حاولت استخدم حاجه زي اوبجكت وانا للاسف مش معرف فانكشن. لو انا كنت معرف فانكشن كان الموضوع ده مختلف شويه. هتلاقي كل حاجه ظهرت ما عدا مين؟ ما عدا الاوبجكت اللي هو ايه؟ اللي هو الاري ده. الاري ده عباره عن اوبجكت ولكن مع فانكشن وليها ميثود كنت عباره عن اوبجكت برضه يعني تمام. مين ما ظهرش تاني؟ الانديفايند ما ظهرتش. القيمه نل ما ظهرتش صح؟ انا حاطط نل النل ما ظهرتش يعني للاسف الانديفايند النل يعني انا قلت له مثلا طيب لو الناس تفتكر تايب اوف نل كانت عباره عن ايه؟ لو انا قلت له تايب اوف نل الناس ما تعرف طيب انا اسف تايب اوف نل اوبجكت فعشان كده مش هتظهر يعني. هو هي جافا سكريبت بتعامل نل كانها اوبجكت فدورت عليها فلقيتها انها مش موجوده. هتلاقي ادي واحد وفولس وسترينج وترو وعلي وانديفايند اللي هي القيمه انديفايند لان انديفايند عباره عن انديفايند مش اوبجكت يعني تمام. لكن القيمه نل عباره عن اوبجكت فعشان كده مش هتلاقيها ظاهره. فراح اعملها لك معامله الايه الدبليو زي الاري. ولما كنت حاطط فانكشنز لو كنت حاطط فانكشن كنت هتلاقيها برضه توصل لان فانكشن ترجمتها في جافا سكريبت عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن اوبجكت هاي كلاس او فيرست كلاس اوبجكت الفانكشن جافا سكريبت وسيبك احنا وصلنا منهم بيركبوا ده الجانب اللي هو كان خاص بالاوبجكت تمام. ربكم موفق في توضيح المفهوم ده واسف جدا على الاطاله واتمنى ان الموضوع يتحل في الايام اللي عندي. نستقبلكم انتوا وليك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.